الطحينة والعدس وراي اللوبيا. اللوبيا والعدس. العدس واللوبيا. أنا نعرف باللي المواطن الجزائري ما بين المغاربة بصفة عامة هو اللي يستهلك أكثر العدس. الخرية تاع البوليسي والدركي قهوي خلاص على خاطر يضربوا غير رب العدس. العدس. اللحم ما ياكلوش يستهلك الفاصوليا اللي تاكلها تشبع حزاق. وفي الصيف هذه ما لا تستهلك. كيف يخلق لي ازمانه في اللوبيا والروز والعدس؟ المؤامره ضد العدس واللوبيا هذه مقصوده. اقسم بالله هي اللي حكمته يندم على النهار اللي زاد فيه. اقسم بالله كيفك بلبوس اللي حكمته غادي يندم على النهار اللي زاد فيه. يندم على النهار اللي زاد فيه وقسما بالله العلي اللي نحكمه ماني طالب. واش شفتوا شي رئيس دولة في العالم كيخرج ويقول بحال هذا الكلام؟ شتي على خطاب عنده الله يستر كيدير عادي بحال اللي داير ستريم تما بحال اللي داير لي ملايف دابا في الجزائر. ودابا بالله عليكم واش هذا مستوى ديال الرئيس؟ هذا هو الرئيس الرسمي نتاع البعره والحمره. اي نوضو 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 الماتش راح يعاودوه. قلت لكم والله العلي العظيم اللي نحكمه يخرم في البحر. فاصوليا ولا اللوبيا يغير خلات عليه. خليه يمكرون يمكر الله والله خير الماكرين. واش دخل رب العدس في الماكله؟ والله يمكر والله خير الماكرين. بالله عليكم هذا رئيس. صافي المؤامره وصلت للوبيا والعدس. اين هو الخرشف؟ اين هي الكابويا؟ ورا الحمص؟ لا حمص لا عدس لا لوبيا. لا حول ولا قوه الا بالله. لا غاز لا تريسيتي لا ماء. الماء راهو عندنا حوالي 7 ايام ما كانش. ما عندهمش الماء قتلهم العطش. هاد لاشين تاع الماء تاع العطش. عندنا عين حنا نشربوا لها مشي تعطينا الماء. اشرب راك عطش انا نشرب. الماء الماء عنصر حياة. لازم نشربوا الماء لازم نغسلوا لازم ندوشوا. راني في شهرين ولا اكثر من شهرين ما دوش. الصيف هذا الصيف هذا يا اختي. اذا ما فيش حل اخر من غير تحليه مياه البحر. تحليه مياه البحر احنا البلد الاول في افريقيا البلد الثالث في العالم العربي. ازاي بس ما انا هقول لك ازاي لما ننتهي بالمحطات نوصل الى 1,400,000,000 متر مكعب. 1,400,000,000 متر مكعب. وين ورا 177 دولة في العالم يلا كتنتج 95,000,000 متر مكعب ديال الماء. صدق او لا تصدق. ونزيد لما نوصل 2,500,000,000 متر مكعب انتهينا مع مشكل الجفاف ان شاء الله. ان شاء الله بربي. اعتقد ان تزويد المواطن بالمياه الصالحه للشرب ما نضمنش انايا 24 ساعه على 24 ساعه. الناس نساو باللي كانوا يشربوا الماء المالح. الجزائر قال لكم كيشربوا الماء المالح. صدق او لا تصدق. مدشتنين روبيني ديال الماء وجايب الوالي والعسكر. هاد المشاهد اللي شفتو هي ديال والي عاصمه الحضيره مشى يدشن روبيني ديال الماء. دشن ودوش. والطامة الكبرى الفضيحة المهزلة الكارثة وهو أن هاد الروبيني ما خدامش ما كينش الماء. الماء ما كينش ويدخل كذلك المرحاض هنايا حتى هو الماء ما كينش. يجبد شي 200 دينار راه بحالها بحال بابي جينيك ويقضي ليها الدار. تحية البول تحية الجزائر. وحنا أقوى إنتاج كهربائي في إفريقيا. الجزائر قوة قوة ضاربة. إحنا جاهزين إذا حبوا أوروبا اليوم إحنا جاهزين باش نصدر بالأقل 10,000 ميجاوات يوميا. والبلاد كلها ظلمة والجنوب ما فيش ضوء والجزائر العاصمة كتقطع الضوء. واحد ربع سوايع من اللي راح تريسيتي هذه صلينا المغرب شوية راح والحوايج اللي في الدار راهم فزدوا كل الماء ما لقينا ما شرب. وبالماضي دير ندوة صحفية وطاع عليه الضوء طاع الضوء. الكهرباء ولا ما رجعتش لأنه بهدلة حقيقي لهذه الدرجة. والله بهدلتوا بينا خلاص. وراك تبون يا تبون راهي زريبة يرحمك يا ايام بوتفريقة يرحمك يا ايام بوتفريقة. كانت الناس تاكل وتوكل. العدس كاين اللوبيا كاين الحمص كاين وخراوين حبيت اخراوين حبيت اخراوين حبيت ويروحوا يخراو في البحر. علاه يولي الماء قهوي؟ تنحسبت الرمله تطلع وهو الماء قهوي في البحر على خاطر الخريه باينه تاع عدس. العدس. العدس واللوبيا. علاه علاه سمك القرش وعاد يجي يا ربك البحر الابيض المتوسط؟ علاه؟ بسبب ريحه الخنز نتاع الفاصولياء واللوبيا والعدساء.
دولة النفط والغاز مقاتلة مع اللوبيا ولادس. يعني باللي شعب الجزائري مسكين راه ما ياكلش اللحم البروتيين والكالسيوم والنمو الحوايج هذو ما يعرفهمش. الناس مشتاقين ياكلوا اللحم، الناس مشتاقة تاكل الروز، الناس مشتاقة تاكل البنان، ولا يعايروا فينا المخازنية المرار كيقول لك الشعب مشتاق البنان. ناس ما زوجت ما بحر ما سافر ماكلة العدس ماكلة اللوبيا. أنا تعبان يا حامل سلامتي نوم يا حامل.